حقق اللاعبان عبد الله السليم وسليمان المضيان ميداليتين ذهبيتين في وزن 70 و77 كيلوغرام في بطولة مصر الدولية للفنون القتالية المختلطة بمشاركة العديد من الأبطال من مختلف الدول. ثلاث أسابيع تقريبا شاركت هنا عندهم في منظمة الإيفولوشن وحققت الفوز، أخذت الميدالية الذهبية، طبعا فزت بالجولة الثانية، والأداء لله الحمد كان مشرف وشرفنا ديرتنا لله الحمد، وطلبوني المنظمة أني ألعب معهم إيفنت ثاني اللي هو الإيفنت هذا اللي لعبنا فيه، ولله الحمد الله رزقني بالفوز، وفوق هذا أعطوني المين إيفنت يعني الحدث الرئيسي، فأنا كنت الحدث الرئيسي للإيفنت هذا كامل. أنا توني لعبت بطولة إيفولوشن 59 وفزت فيها الحمد لله بالمركز الأول، وصاحبي سليمان مضيان كان المين إيفنت وفاز المركز الاول. بعد بهني كل الشعب الكويتي على الفوز اللي حققوه النهارده اللعيبه، بصراحه كانت نزالات قويه وشرسه، وكلنا شفنا النزالات كانت يعني صعبه جدا، وهم كانوا اكيد كانوا محطوطين تحت ضغط، خصوصا ان هم بيلعبوا في بلدهم الثاني، فعايزين يرجعوا منصورين وعايزين يرجعوا كسبانين لكل الشعب، فرح الشعب الكويتي. انا ببارك لهم النهارده على الفوز دوت.